حينما نستلم رسالة ما نجدها تحمل ختماً يفيدنا في معرفة التاريخ والمكان الذي خرجت منه الرسالة. في عمان عندما بدأت العمل بالخدمة البريدية في الأول من مايو 1864، كان بريد مسقط آنذاك يستخدم ختم الإبطال على طوابع الملكة فيكتوريا، وهو عبارة عن شكل ماسي يحمل الرقم 309 ويستخدم عادة مع ختم آخر يحدد تاريخ خروج الرسالة أو الطرد من مكتب البريد. جمع الطوابع بدأت منذ إصدار الطابع الأول. طبعا أول طابع في العالم صدر في بريطانيا في 6 مايو عام 1840. الطابع هذا كان يحمل صورة للملكة فيكتوريا ملكة بريطانيا في ذاك الوقت، ومن فئة البنس، ولذلك يسمى اليوم البنس الأسود. طابع البنس الأسود بعد ما ظهر والطوابع اللي تليه أحدثت نوع من الهواية، فبدأ الناس بهذه الهواية وتنامت هذه الهواية حتى صارت لها جمعيات ونوادي خاصة وصارت فيها مزادات وصار فيها معارض. ظل هذا الطابع الصادر باسم شركة الهند الشرقية ملازماً لمراسلات مكتب بريد مسقط. طبعاً من المعروف اللي كان أول يستعملون، طبعاً الإدارة كانت الإدارة الهندية، بعدين فترة جات الإدارة الباكستانية لمدة 100 يوم. طبعا هاي اذا تحصل لك طابع لموشح باسم باكستان وعلى ظرف، هاي يعني من النوادر. هاي ممكن اراويك اياها بعد شوي. بعدين في الخمسينات جاي تحت الاشراف البريطاني، المنطقه كلها كانت يعني مكاتب البريد مالها تحت الاشراف البريطاني بحكم وجود البريطانيين في الهند. في 30 أبريل 1966 ظهرت للعالم أول مجموعة طوابع عمانية عادية تحمل صور ميناء مسقط وقلاع المدن الكبرى مثل مطرح، نزوة وصحار. صدرت هذه الطوابع باسم مسقط وعمان وظلت هكذا إلى حين تغيير اسم الدولة إلى سلطنة عمان في 15 يناير 1971. كانت تكون الفكرة في الأول وتجمع صور وترسل إلى الخارج إلى المطابع. المطابع هي تقوم بإعداد التصاميم وترسل للبروفات. البروفات هذه نراجعها أو تراجع، بعدين تتم الموافقة عليها. البوافقة تكون مرة مرتين ترسل، بعدين تتم عليها الموافقة وتطبع بالكمية التي تحتاج لها الإدارة البريدية. وهي بنفس الطريقة استمرت حتى في السبعينات لفترة محدودة.
بعد فترة من الزمن فكرت إدارة البريد أو الوزارة بأن يكون مصمم متواجد في الوزارة، فاستجلبت مصمم مصري بالتعاون معنا نحن، فتعاوننا معه فأصبحت الوزارة لديها مصمم. من ذاك الوقت لحد الآن أصبحوا المصممين عددهم ما يقارب 5 مصممين في الوزارة، والعمل يعني يصاب يعد من هنا في الأول ويرسل للمطابع وهي تعد البروفات وترسل تتم عليها الموافقة ثم يتم الطبع. كانت تطبع زمان في مطبعة هاريسون سونس، بعدين استحدثت مطابع في سويسرا، في هولندا، في البحرين، في اسبانيا، في مطابع ثانية ايضا في بريطانيا، تركيا. فصار اصبحت الوزارة عندما تريد أن تطبع كمية من الطوابع أو نوع معين من الإصدارات تبعث طلب بإرسال عروض. أي مطبعة يكون عرضها مناسب واستعدادها بطبع الطوابع المطلوبة في الوقت المناسب يسند عليها العطاء والطبع. تواصل إصدار الطوابع في السلطنة، وظهرت الطوابع التي تؤرخ للمناسبات والإنجازات الوطنية والمناسبات العربية والدولية. ففي 23 من يوليو 1971 ظهرت أول مجموعة طوابع تذكارية لمعالم النهضة المباركة في السلطنة. في ديسمبر من نفس العام صدر طابع يحمل صورة طفلة تطالع كتابا مدرسيا إحياء للذكرى 25 ليوم الطفل العالمي. مع افتتاح ميناء السلطان قابوس في 30 من يوليو 1974 صدر طابع تذكاري يؤرخ لهذا الإنجاز الكبير. في 18 من نوفمبر 1975 صدرت مجموعة تذكارية تؤرخ لافتتاح مبنى التلفزيون والمحطة الأرضية للأقمار الصناعية وتوسعة شبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية. توثيقا ليوم القوات المسلحة الموافق 11 من ديسمبر 1979 صدرت أول مجموعة تذكارية لهذه المناسبة، وكانت تتكون من طابعين. وبمناسبة يوم الشرطة أصدرت الحكومة في 7 من فبراير 1981 مجموعة تذكارية تتكون من 4 طوابع. وقد استمرت الإصدارات التذكارية متزامنة مع كافة المناسبات الوطنية والعالمية باعتبار الطوابع سجل يوثق لمسيرة الدولة وعلاقاتها بالعالم. موجود في الوزارة لجنة هي تعد برنامج سنوي للإصدارات حسب الموضوعية، حسب المناسبات، سواء تكون مناسبات وطنية أو مناسبات إقليمية خليجية أو مناسبات عربية أو سواء تكون دولية. مع ظهور أول طابع بريدي في العالم بدأت هواية جمع الطوابع تنتشر بين الناس، وكلما ازداد قدم الطابع أو ندرته ارتفعت قيمته المعنوية والمادية.
لقد أصبح الطابع اليوم والختم البريدي الموقع عليه مصدرا هاما للتوثيق التاريخي. وجدت عند الوالد بعض الرسائل القديمة وتحمل طوابع وتحمل تواريخ وعناوين من الخارج وخلافه، فصرت أهتم وعملت بعض المراسلات مع أصدقاء تعرفت عليهم نفس الشيء عن طريق مجلة ماجد. كنت أراسلهم، كل صديق من بلد عربي يرسل لي طوابع من بلده، وبالمثل كنت أرسل له طوابع من سلطنة عمان. وخلال الوقت وجدت نفسي فعلا وجدت أنها هواية جميلة جدا، وأخذتها بنوع من الجدية بعض الشيء، بحيث صرت أجمع كألبومات وأصنف الطوابع حسب البلدان وحسب التصنيف، طيور على جنب ونباتات وثقافة وحضارة والطوابع بشكل عام. هواية جمع الطوابع إذا بديت متأخر لازم تبذل جهد وتبذل نفس الشيء يعني موارد عساس تستقي وتحصل على الطوابع اللي بدت. إذا كنت تريد تكون مجموعة كاملة فهذا يكلفك جهد كثير ونفس الشيء إنفاق، فيلزمك نفس الشيء كتالوج. الكتالوج هذا أساس هو المرجع، تعرف وش النواقص اللي عندك وش الأشياء اللي موجودة عندك. نفس الشيء الكتالوجات ممكن تفيدك في أنك تعرف قيمة الطابع هذا إذا كان من النوادر أو كان من الطوابع العادية اللي ممكن الحصول عليه بسهولة. فالطوابع اللي كونتها ما يقارب عندي مجموعة عمان كاملة الآن من عام 1966، وهو العام اللي انفصل البريد وكان يعني البريد إدارة منفصلة. ممكن أقول دخلت مرحلة مثل ما تقول الاحتراف سنة 2005، والحمد لله أقتني مجموعة يمكن بعض الهواة اللي صار لهم فترة أو باع أطول مني ما موجودة معهم. فعندي من طول الفترة هذيك من هو ممكن أقول لك بدت الهواية فعلا مع المعرض الخارجي الذي يقيم في السلطنة وكان في مجمع الحارثي. ومن هذيك اليوم طبعا الهواية دخلت مرحلة أخرى أو مثل ما تقول مرحلة الاحتراف. أصلاً هواية جمع الطوابع يسمى يعني الأجانب يسموه هوبي اوف ذا كينجز اند كيدز، يعني للصغار والكبار. يعني من أشهر عندنا مثلاً انطباع اللي مأخوذ في المنطقة العربية بالذات
بأنها هي هواية للصغار، هاي الكلام ما صحيح. يعني عندك من أشهر الهواة، صحيح يمكن بدأوهم صغار لكن حتى يوم كبروا، مثلا من أشهر الهواة عندك ملكة بريطانيا، وعندك الرئيس الأمريكي أيزنهاور، الرئيس الأمريكي روزفلت، الملك فاروق ملك مصر، رئيسة وزراء الهند إنديرا غاندي. هاي أصلا ثقافة وحدها، ثقافة وادخار. هو يعني يعتبر على، يعني مثلا أصور في بعض الطوابع، يعني مثلا عندك طابع أمريكي واحد واصل 2.5 مليون دولار، يعني ما نجلس هالوريقة اللي تشوفها أنت تفكرها بأن هي يعني ما لها قيمة، إلى يعني مثلا هواتها وإلى إلها ناسها. حقق الطابع البريدي مكانة رفيعة بين الأمم والأفراد، ودفع بكثير من هواة جمع الطوابع إلى البحث المكلف للوصول إلى النادر منها، وتحولت الهواية إلى مجال للتنافس والتباهي بالمجموعات المتوفرة لدى مريديها ومقتنيها، وتعددت بالتالي معارض الطوابع في مختلف أنحاء العالم. عندما تقام معارض على مستوى الخليج أو على المستوى المحلي، يستدعو بعض المشتركين ويسألوا عن رغبتهم في المشاركة في المعارض هذه، طبعا هناك بعدد محدود. فتقام سنويا معارض على مستوى دول الخليج، كل سنة في دولة من الدول حسب الأحرف الأبجدية. كانت زنجبار تحكمها أسرة البوسعيد حتى نهايات عام 1964، ولذلك حملت طوابعها البريدية صور سلاطين البوسعيد الذين تعاقبوا على حكم زنجبار. وقد صدرت آخر مجموعة من الطوابع في زنجبار تتبع حكم البوسعيد في 10 من ديسمبر 1963، وكانت تحمل صورة السلطان السيد جمشيد بن عبد الله. أراويكم بعض المراسلات اللي كانت تجي من بعض الدول، أو كانت ترسل من عمان إلى بعض الدول، تحصل فيها أختام غريبة ومميزة. مثلا هاي الرسالة منها ثنتين بالذات، هي جاية من مثل ما يقولوا يعني من مكان غريب، يعني من رنغون بورما. هاي بداية 1900 ونهاية 1800، لأن الختم أصلا غير واضح. لاحظ الطابع الأخضر، هذا الطابع اللي مفروض يستعمل في عمان وإمارة دبي من المكتبين اللي كانوا، وتلاحظ مثلا طابعين الأزرق فاتح والبنفسجي اللي تحت، هذا مال البحرين. لاحظ الطابع الآخر مال قطر، يعني ثلاث أنواع، يعني طوابع من ثلاث بلدان على ظرف واحد والرسالة موجهة لأمريكا. مثلا هاي طوابع كانت مخصصة إلى مسقط، يعني مخصصة لمسقط ودبي، بس لو تلاحظ بأن هي استعملت في قطر. لو تلاحظ الليبل هذا اللي موجود مكتوب عليه الدوحة، والختم أصلا على الطوابع من الدوحة طالع. ختام نادرة، مثلا هاي عندك K4 من الأختام النادرة، والرقم 23 اللي يشوفه فوق الطابع الأزرق، يعني هاي الرقم تحصله على طابع، ويعني الختم كامل جدا صعب.
هاي من الطوابع البسيطة بس المميزة. سنة 44 يوم وشحوا الطوابع الهندية اللي عليه صورة الملك جورج السادس والشعب بعبارة آل بوسعيد، استعملوا لفترة لكن تحصلوا على ظرف شيء مميز. هذا الطوابع اللي وشحوها يعني ذكرى مرور 200 سنة على أسرة آل سعيد ثم شعب آل بوسعيد. الظاهر الأشخاص هذين في الهند كان عندهم الأختام للتوشيح. أنت لاحظ الطابع هذا الختم مقلوب، يعني بالإنجليزي صحيح بالعربي مقلوب. هذه مزورة طبعا، رغم أني أعرفها مزورة لكن اشتريتها يعني متعة فيها على أساس تقارن. عندك مثلا هاي المجموعة، لاحظ هاي المجموعة بعد مزورة، رغم أنها نعرفها إحنا مزورة بس نشتريها لأن ما هاي مو خطأ مطبعي، بس مثل ما قلت أنا اللي بيد القلم ما يكتب لعمره شقيق، على أساس الختم موجود عنده سهل تم يختمهم. لاحظ أنت إحنا نقرب الكاميرا الحين، أنت لاحظ على الطابع، لاحظ الطابع كيف، بس رغم أنها هي مزورة بس جميلة. هاي أحد المجموعات اللي كانت تستعمل في عمان الفترة فترة الإشراف البريطاني، وهي لقطات سريعة، لقطات سريعة تراويك المجموعة. مثلا عندي مستعمل وغير مستعمل وعلى ظرف، لأنه أنا أحب أشكل في نقطة بيضاء، يعني اللي يخليه هو طابع واحد في الطبق كامل موجود، تلاحظ تقريبا فوق التاج في نقطة بيضة، شوف لونين مختلفين، ولاحظ بأن البني على اليمين الإطار ماله يعني مثلا الصورة جاية طرف واحد، تلاحظ قصة الإطار يعني الطابع مو في بين الإطار، جاي على طرف، جاي على طرف اليسار. وعندك الطابع الثاني مثلا تحصل عليه اللون باهت. هاي الطابع مثلا كان في نقص في الطوابع، اضطروا خذوا 40 بيسة وشحوا 25 بيسة، لكن شوف الطابع اللي على يدك اليمين بالانجليزي مكتوب 25 بيسة، لو تلاحظ بالعربي مكتوب بس 2، الخمسة محذوفة، وعكس الطابع اللي على يدك اليسار شوف 25 25. شو لاحظ هاي الطابع الوسطي، يعني مثلا 25 مكتوب بالانجليزي بالعربي مكتوب 5 الرقم 2 محذوف. هاي من المميزات. هاي يطلع تقريبا 6 طوابع الى 8 طوابع في كل طبق. في بعض الطوابع الحين تحصلها يعني تستغرب تقول مو من زمن بعيد، يعني من سنه 78، تصور من 78 للحين، يعني مثلا عندك طوابع كيف واصله على 1000 ريال على 1500 ريال، هاي الندره. يعني في مو كل من بعد عنده مجموعه، في يعني هو اصلا في تحدي بين الهواة، كل واحد يحاول بان تكون مجموعته افضل، يضطر بان يدور له الندره والطوابع المميزه. موشحات سنة 78 وموشحات 72 و71 ما في لها تخريم، هاي تعتبر شبه نادرة، يمكن عددها 20 أو 22 طابع على مستوى العالم. في بعض الطوابع كذلك في مرحلة البريد البريطاني نفس الشيء، متعمق فيها بشكل أكثر، ففيها بعض النوادر اللي ما في هواة كثير مهتمين في فيها كثير. بعض الطلب بعض الهواة مهتمين بالمرحلة اللي جاءت بتأسيس البريد العماني كدولة، يعني كبريد سلطنة مسقط وعمان وما بعد، أنا مهتم فيها من قبل وما بعد.
بعض مجموعات الطوابع العمانية تعرض من مبالغ كبيرة، ومنها مجموعة الطوابع الموشحة عام 1978، وكذلك الطابع الموشح عام 1971 ظهر في التوشيح بالمقلوب، وهنالك بعض الطوابع الأجنبية التي استخدمت في السلطنة. لا الحين ذكرت موضوع، حصلت ظرف بس ما قدرت اشتريه، لان جاي قبل خدمه البريد هنا، جاي عمان سنه 1862، هذا انباع تقريبا 8500 ريال، بس ظرف رهيب يعني. يعني يا ريت كان عندي امكانيات كان اخذته، لان شيء مميز اللي يبين هذه، بما يثبت بان خدمه البريد كانت موجوده، رغم ان هي الرساله جايه عن طريق يعني من امريكا لبريطانيا، من بريطانيا للهند، ومن الهند لمسقط. بس الميزه اللي فيها بان ذيك الايام حتى الامريكان كانوا يفكروا بان، لان حتى في الرساله مكتوب يعني على الظرف لفلان الفلاني مسقط افريقيا، يعني كان الشخص الظاهر بان المرسل كان جاهل، يعني جاهل في الجغرافيا، او كان يفكر ايام المرحوم سيد سعيد بن سلطان يوم كان سلطان مسقط وزنجبار، كان يفكر بان مسقط مثلا قريبه لافريقيا، ولا موجوده في افريقيا، ولا موجوده في قاره افريقيا. كباقي المجالات بدأت الإنترنت تغزو الطوابع وأسواق الطوابع، والآن نلاحظ أن كثير من الطوابع العمانية تعرض على شبكة الإنترنت. طبعا هي فرصة لهواة جمع الطوابع، وبالذات الطوابع هو الطوابع هواة جمع طوابع السلطنة، إنهم يدخلوا في هذا المجال. هناك شبكات عالمية كثيرة، في مزادات للطوابع تعرض، في كثير من الطوابع العمانية موجودة على شبكات الإنترنت بكل سهولة. تدخل على شبكة الإنترنت، خاصة شبكة المزادات الأوكشنز، وبكل سهولة ممكن أنك تدخل سعر العرض، تعرض سعر مثلا على مجموعة من الطوابع العمانية وتحصل عليها. يمثل الطابع البريدي اليوم رمزاً وطنياً يلخص نمط حياة، ومؤشراً فاعلاً للمسيرة التنموية، وهدفاً مراداً لهواة جمع الطوابع. والطوابع بشكل عام هي عبارة عن رسالة، البلد التي تصدر الطوابع تريد أن تعرف ببلدها. على سبيل المثال سلطنة عمان، كثير من الذين تعرفت عليهم يعني يعجبون كثيرا بالطوابع العمانية، يقول إنها ترسم لنا صورة عن البلد نفسه، من عادات ومن تقاليد ومن فلكلور ومن طبيعة، وهذا شيء جميل جدا قد تفتقده بعض البلدان، ما في تركيز كثير. إن الرحلة التي قطعها طابع البريد منذ اختراعه ما زالت متواصلة، وإذا كان ثمن هذا الملصق الصغير في متناول الجميع أول صدوره، فإنه سرعان ما يرتفع سعره وتزداد قيمته التوثيقية كلما تقادم عليه الدهر.